غير الجاي معركة وضرب وزحمة واختناق وحالات اغماء في مركز فحص العمالة. اعطوني التقرير. انا هذا ابو احمد صوب الطباعين، هذا كل الناس هذه واقفه صوب الطباعين للحين ما بطلوا بعد، هذا هني نجروا وصراخ جنب الباب بعد ما بطلوا قفلوا مره ثانيه. آخر الشارع يا بعد قاعدين يخطرون الدور على بعض يهاوشون. والله ثم والله حتى في الدول المتخلفة ما عندهم هالمناظر هذه. شوف التقرير.